أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا لا
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا صدق الله العظيم.